وانت داخل من سوق الاتنين المشهور في قلب حي عابدين، هيلفت نظرك لوحة صغيرة منقوش عليها اسم الحارة الأصيلة اللي عمرها يزيد عن 150 سنة. حضنا بين جدرانها آلاف الحكايات من الزمن اللي فات عن مهنة مش باقي منها غير اسمها. على شمالك هيلفت نظرك مئذنة قديمة بتزينها نقوش وزخارف إسلامية لمسجد أبو طبل اللي اتبنى على أنقاض جامع الأمير شمس الدين صنقر، وبعدها هتعدي على كنيسة رئيس الملايكة غبريال اللي ابتدى بناها أيام سعيد باشا على طراز عمارة القرن ال19، بتزينها منارتين مع بيوت الحارة العتيقة، وهتلاقي مقام وجامع قديم للشيخ عبد الرحمن الصحابي، وبتنتهي الحارة بعد لما نوصل لتقاطع شارع سويقة السبعين. ست مديحة. نعم. انتي اخت امك الكبيرة ست مديحة؟ انا اكبر واحدة فيهم. اكبر واحدة في الاخوات كله. اه. كنت شغالة زمان لما كان مامتك وباباكي شغالين؟ انا لا، انا موظفة. انتي موظفة دلوقتي؟ اه، بس طلعت على المعاش. طلعتي على المعاش. عمرك اشتغلتي معاهم الشغلانة دي؟ لا، انا اشتغلت في يعني من ايمي سنتين بقت على المعاش، قعدت كنت بساعد بنشي هنا. لما طلعتي على المعاش حتى بعد المعاش ابتديتي تشتغلي الشغلانه؟ انا مع بنتي بساعدها. وبنتك بتشتغل بتساعدهم برضه؟ كانت بتساعدهم. اه، بس هي موظفه برضه؟ لا، بنتي خريجه طيران وما بتشتغلش. لا، بس كانت ساعات تساعدهم في المحل. بتساعدهم اه عشان تجيب مصاريفها وكده. جدع. وانت يا دعاء انت جارتهم ولا تعرفي؟ لا، انا جارتهم هنا. من نفس حاره السقايه؟ انا جارتهم ووالدتهم الله يرحمها مربياني. لا، انا من على الشارع بره. من هنا بس؟ من نفس المنطقة هنا. من عابدين، من السوق. أوه. ها، وانتي طول عمرك متربية هنا يا سنة؟ انا بقالي 60 سنة هنا. 60 سنة؟ اه. ها، يعني ساعة كنت مولودة هنا. معلقين صورة راجل كبير قالوا لي ده خالي، ده مربي ابويا. أوه. وصورة تانية كده الست وراجل وست. أوه. وراجل. مين دول يا مين دي دول؟ الراجل الاسمراني اللي هو في الاول ده المربي والدي. أوه. ده خالي. خالي مربي. أوه. والدي مربي والدي. كان بابا كان خريج ازهري، ولما بابا توفى ساب الازهر اشتغل مع مين؟ مع خالي في المفرمه. اه، قال لي عشان ما تجيبش حد بره يقف مع والدتك اللي هي ستش. والدك توفى امتى يا استمادي؟ بقاله 10 سنين. بقاله 10 سنين. أوه. وهو مكتب. اللي كان شغال بقى مع خالك، وخالك اللي بدا شغل المفرمه ده. اه، وخالي ووالدي هما اللي علموا بعض. يعني خالي علم والدي. وستش الله يرحمها ام ابويا هي اللي كانت قاعده معاهم، هي ماسكه برضو والصور اللي انتوا حاطينها فيها ستات ورجال. دي والدتي ومرات عمي كانت برضو شغاله معانا. ها. وخالي ووالدي. انا حسيت ولما قلت لهم عايزه اسجل مع حد قالوا لي سجلي مع ست مديحه وسجلي مع دي اختنا الكبيره. أوه. يعني انا حاسه ان في مساواه قوي في العيله دي. أيوه. الستات واخده وضعها في العيله. ايوه، هم اللي كانوا ماسكين المحلات وهم كانوا ماسكين مع الرجاله المحليه. طول عمري والدتي شقيانه مع والدتي. وانت دعاء اللي من ساعه ما قعدت وانت ماسكه التوم ما فرضتهوش بتشتغلي بقالك قد ايه في القصه دي؟ واحنا بقالنا بتاع 13 سنه عموما بتقشري التوم ده. اه، بس التوم ده انا عمري ما شفت التوم ده في حياتي. يعني التوم اللي بيجي لنا بيتنا ما نشفش. بيبقى مختلف عن ده. ما التوم اللي بيجي البيوت بيبقى خلاص الموسم بتاعه خلص بيبقى نشف. احنا دلوقتي ده التوم ده اخضر، ده بدايه التوم الموسم بتاع التوم الطريق. ها. اللي هو بتاع الفرم ده اللي بيتفرم، ولما يتفرم اقدر بقى افرم كله في بعضه كده الحته الخضراء. في ناس بتفرمه بالحته ديت وفي ناس بتبقى عايزه راس بس. تفرق ابيض إيه؟ بس تفرق ايه براحته، بيبقى مش عايزين حته من الشرش بتاعه. ايوه، الشرش ده يعمل ايه في الطعم؟ يغير ايه يعني؟ ولا اي حاجه. ولا حاجه صح؟ ولا حاجه. لا، بيعمل ريحه اجمد ولا ريحه اضعف؟ بيعمل ريحه اجمد شويه. اجمد. أوه. اشد شويه. اشد. أوه. وفي ناس بتحب الراس بس. ها، وفي ناس بتحب الفصوص. اه، وفي ناس بتستنى لما ينشف خالص ويتفصص زي في بيتنا يعني زي. أوه. في البيوت بس. أوه. ده حلو جدا، انا اول مره اشوف في الاختراع ده. ده من زمن الزمن. ده بيتفرم وبيتشال في الفريزر وبيطلع منه زي ما انت عايز. سالت على فكره زباين بيطلع حلو برضو قالوا لي اه حلو جدا. انا بخزنه برضو السنه. أوه. السنه ايه تاني اللي بتحضروه كده ولا هو توم بس؟ لا، توم. في ناس بتعمل مثلا بتجيب لنا عظه بصل عشان برضو الخزين. برضو خزين بنعمل البصل. اه، بيتفرم برضو. وعندنا فرم قوطه. قوطه فلفل. كل ده بيتفرم. تخليلي الحاجات ديت وانت تقعدي تحضري كل الحاجات دي يا دعاء. اه، اللي بيتطلب بيتعمل.
بعد بقى ما الثوم بيتقشر ويتحضر وفي الحته دي، اروح بقى فين المرحله اللي بعد كده؟ المرحله تخش المحل كده عند سعد كده على المكنه. أيوة. بيتفرم عند عم سعد وعم ايمن. في بقى مكن فرن. انا هقوم اتفرج على المراحل المختلفه. يلا مع السلامه.